تذكير فقط بعض الأشياء التي أعتبرها مهمة جدا. هو كاتب افتتاحية جيدة، وإن ذكرنا كتاب افتتاحية في المغرب لا بد أن نذكر منهم السي محمد البريمي، إلا أنه وإن اعتبرنا أنه كان مقلا على الافتتاحية فهو لم يكن يريد أن يحول جريدة أحداث المغربية إلى صحافة افتتاحية، ولكن في كل موقع يستوجب من الصحفي أن يعطي رأيه، ليس الرأي فقط ولكن موقفه، والافتتاحية هي موقف أكثر من رأي. فسي محمد البريمي كان ينبري للقيام بهذه المهمة الجيدة، وهو ما زال يكتب حلقات مهمة جدا تحت عنوان أظن 60 عاما من مؤامرات واعتداءات حكام الجزائر، وهي كذلك ورقة مهمة جدا لأنها تزيح كثيرا من الغموض حول فترة، خاصة أنه الآن يمكن استرجاع هذه الفترة في إطار الوضع السياسي الراهن الذي يستدعي كذلك أن نقوم بنشر التاريخ وتجليته بشكل أشكال. اللي يجاوب على السؤال شنو هو مصطفى الصحافه الورقيه غنقول له باز، يعني بالنسبه لي لا احد يستطيع ان يعطي جوابا مقنعا عن هذا الموضوع ديال مصطفى الصحافه الورقيه، لانه تحديات كبيره والازمه عميقه والمطالب كبيره، ومن الصعب جدا انه انا شخصيا لا استطيع ان اعطي جوابا مقنعا واضحا للموضوع ديال مستقبل الصحافه الورقيه. الله يحفظ بلادنا من ان ما تبقاش فيه الصحافه الورقيه، ولا مشات الصحافه الورقيه غادي يكون خساره كبيره للبلاد وخساره كبيره لطموحنا نحو الديمقراطيه. والامل هو الناس اللي في يدهم القرار وفي يدهم الامكانيات، وانه يقولوا وعد بنا في الرجيم ويفتحوا عينيهم ويشمروا على السواعد ديال العمل، ويقولوا خصنا المغرب هذا خصنا نمكنوه من صحافه اللي تكون ماشي مكاع مستوى الصحافه المتقدمه بلدان الديمقراطيه، ولكن على كل حال مستوى ديال الصحافه اللي تشرف بلادها كما صبح سبق صاحب الجلاله انه قالها في رساله ديالو لاسره الاعلام في 2002، هذه 21 عام. اذا في ندوه اليوم طرحنا على اعتبار ان الضيف الاساس الذي من خلاله تم افتتاح محاضرات بيت الصحافه بطنجه، ده السؤال الذي طرح هو اي مستقبل الصحافه الورقيه بالمغرب، وهو سؤال طبعا لا يتم الحسم فيه بشكل قطعي، على اساس انه اذا ما اردنا لهذه الصحافه ان تظل قائمه يجب تغيير كثير من المعطيات بما فيها ذهنيه المتلقي وكذلك ثقافه المتلقي المرتبطه بالمقروئيه عامه من خلال الكتاب او من خلال مستندات اخرى. فكذلك مطروح على الصحافة الورقية ألا يتم النظر إليها فقط على أساس الحامل، فالحامل قد يتغير لكن الصحافة المكتوبة تظل قائمة، وبالتالي فكل تخوف القائم الآن هو أن تكون الصحافة الورقية قد احتضرت ولكننا نساهم مجتمعيا من خلال الدولة في إنعاشها دون وجود قارئ، وهذه معضلة طبعا يجب أن تطرح في تحت سماوات أخرى. هناك صحافة ورقية ما زالت قائمة تعاني ولكنها ما زالت قائمة في المغرب، مع الأسف الشديد أن الحلقة الأساس التي هي القارئ أصلا كان القارئ ضعيفا والآن بدأ في الاندثار أو اندثر، وهذه معضلة كبرى. لكن ما الذي حصل ماء وبعد الجائحة؟ توقفت المطابع عن سحب الصحف الورقية،
وتوقف الشك توزيعها واختفت الصحف الورقية من الأكشاء ومن قتل البيع. كان ذلك بتواطؤ مسؤولات حكومية. تقبل الناشرون ذلك برد فعلين وحي بالرضا، إذ لم يصدر أي موقف رافض ولا أي احتجاج. صمت الصحفيون. لا أتذكر أنني قرأت خبرا يعلن توقف الصحف الورقية عن الصدور والتوزيع في أي جزء من أنحاء العالم، بل حتى في البلدان تجاورنا شمالا، بلدان اكتسح الوباء أكثر مني. بعد الجائحة